مرحبا الحلوين، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو رح يكون عن قصة جدتي وهدايا الربيع. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبلش. كما اعتدنا أن نختار يوم نفاجئ به جدتي نوارة بحفلة صغيرة و أيف، بس هاي اللي نقرر أن نذهب ننطلق إلى السوق كي نختار هدية لجدتي ومعه القميص حسن. فنذهب هيا. ما أجمل الحيوانات، وهي أركب هنا وسوف أصير حسنا. أبي هيا أنتظرك. هيا لقد وصلنا. وهنا أظن كل ما نحتاجه، وسوف أشتري لنا. الحساب 3 مقاش. حسنا سوف أمسك بيدي. هيا سنذهب إلى الآن ولا سوف نذهب إلى المنزل ونتصل بها وكما نذهب. حسنا حسنا. لقد وصلنا، أنا متحمس جدا للذهاب إلى جدتي. ونعم وأنا أيضا، كلنا متحمسون، من منا ليس متحمسا. حسنا أمسك هذا الهدايا لجدتك ولا شيء. سوف أتصل بها الآن. حسنا حسنا هيا أنا أنتظرك. هيا وأنا أنتظرك سأضع هذه الأشياء. سوف أشوف هذا. هيا هل اتصلت؟ او نعم انا اتصل ولكن لم يجب احد. الا يبدو هذا غريبا، والدتي تكون على داخل المنزل مثل هذا الوقت كي تقوم بمختلف الاعمال من طهور وترتيب وتنظيف. او لا يريد، لم يرد احد. سوف اتصل مرة اخرى. اين قلق يزيد؟
ربما مكروه أصاب جدتي وهي وحيدة في منزلها. حسنا يجب أن نذهب إلى القرية بسرعة. هيا فلنذهب إلى عندها. هيا فلنذهب أخذ الهدايا. أول أن نراها هناك. هيا بسرعة. هيا حبيبتي يا جدتي. اذهب بسرعة جدتي. أين أنت؟ من أنت؟ لا أريد أن أفعل شيئا. أين أنت يا جدتي؟ جدتي 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 نوارة، هل أنت بخير؟ يا جدتي إن المنزل خاليا تماما، لكن كل شيء فيه على ما يرام. ربما تكون هناك تزرع الورود في موسم الربيع، أو تسقي الزرع، أو تطعم الحيوانات. إني أسمع أصوات غريبة تأتي من اتجاه الحظيرة تشبه البكاء أو الأنين. خوفي يزداد. ماما بكي. هيا فلنذهب، أظن أنها وجدها. هيا بسرعة. جدتي ما بكي. بسرعة هيا اطلب الطبيب، ان لا اعرف ماذا حدث للحصان. انها جنونه وان بطنه ممتلئ. حسن ساتصل الان. نعم تفضل. هيا بسرعة، تعال بسرعة. حسنا لقد اتصلت به. سوف اعود الى هنا الان. إنها لا تريد، أنت لا تستحمل، سوف تموت الآن. لقد أتيت. سوف الآن أفحص النار. حسنا اذهبي خلف ورا. هيا. ساعدها يا الطبيب، ساعدها. حسنا عندما تستلقي أنت الخروف على أحد جانبيها أثناء الولادة فهذا يعني أنها في حالة عسيرة، ولا بد من إنقاذها، لأن النعجة تلد عادة وهي تقف على قائمتيها الأمامتين. ساعدها أيها الطبيب بكل ما تستطيع، المسكينة يبدو عليها الأعياء شديد. نعم وهي تشد على أسنانها، وهذا دليل آخر على عسر ولادتها. هيا بسرعة تعالي وولدي. هيا منذ متى بدأت هذه النعجة مخاضها؟ منذ بعض الوقت. على الفور يجب أن تلد النعجة توأمها بعد ساعتين تماما من بدء المخاض، وإذا تأخرت عن ذلك فهذا يعني وجود خطر في حياتها، ويجب أن نتداركه في الحال بأن نقوم بتوليدها بشكل آلي. أساعدها. إنه صوت أبنائها، أظن أنها ولدت. لقد ولدت توأمها الاثنان. إن النعجة كانت حاملا بتوأم، وربما كان هو السبب في عسر ولادتها. حسنا هيا والآن اذهبي أطعمي، والآن أنا انتهيت سأذهب. حسنا سأذهب مع السلامة. سوف أذهب وأحضر الأكل. حسنا سأساعدك يا جدتي، تعالي بسرعة. وإن البرسيم الأخضر من هنا. أين هو؟ ها هو البرسيم الأخضر. أمسك معي. هي يجب أن نطعمها كل ما نملك. هي بسرعة. لقد أتيت. تفضلي كلي.
سأتصل كبيرة. الحمد لله الحمد لله. حسنا هيا سب هيا فلنذهب لندخل داخل. وإنها تدور على ثدي الأم وتجلسي هنا وهي بسرعة. أما نحن هيا فلندخل. وما هذا؟ سوف أخبرك بعد قليل. يلهم من مسكين. اجلسوا على هذه الكنبة. إن اليوم أسعد يوم بحياتي لهذا السبب. وحسنا ونحن فعلنا هذا لشيء ما. يا لقد أحضرنا لك الهدايا لأن اليوم ربيع وأنت اسمك نوارة من اسم الربيع ويجب أن نحتفل بك اليوم، فأحضرنا لك هذا. مولد مبارك وسعيد أيتها الخروف. الصغيرة أنت أجمل هدية في هذا الربيع. اشتقت له. تفضلي هذا من أمي. إنه رائع جدا. حسنا وهذا مني أنا. إن ذوقك يا رائع. وهذا من أبي. سأضع نفسي أرتديه الآن، وسوف أرتدي أيضا ملابس أمك وأنت لن أرتديها الآن لأن الدنيا أنا. حسنا أنت تعرف إنها صيف وربيع. آسف. نعم تذكرت شيئا. إن لقد هنا كان عندي من أيام عدة هذه سوف ألبسها للخرافة الصغيرة. سأتي معك سأساعدك. هيا. لقد انتهت. إنها سوف تنام الآن. سوف أدع لك هذا. انظري ما أروعك، أصبحت رائعة. هيا ارتدي هذا وأنت هذا. يلبق لكما. هيا نعم. هيا فلنحتفل. هيا وانا بس هيك احنا نكون وصلنا لهذه الحلقة. بتمنى تكون كتير عجبتكم. اذا عجبتكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وهلا دعيلكم. يلا باي.